طيب مساء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة. مساء الخير. تركيز في المحافل السياسية الداخلية على وجوب إيجاد صيغة المخرج لقانون انتخابات، خصوصا أننا على عتبة شهر حزيران والموعد بات يدهم جميع الأفرقاء، إلا أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم يبعث على التفاؤل لجهة إصدار قانون جديد للانتخاب على أساس نسبية قريبا. هذا الموقف تقاطع مع كلام لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي أبدى أيضا تفاؤلا حيال النقاش في شأن قانون الانتخاب، والذي سيتأكد بعد إفطار قصر بعبدة يوم الخميس. وإذا كانت الأنظار منذ أمس مشدودة إلى الرابي إلى اجتماع تكتل التغيير والإصلاح اليوم لمعرفة جواب شاف، فإن رئيس التيار الحر الوزير باسيل نفى أن يكون تم حتى اليوم طرح نقل مقاعد من منطقة إلى أخرى بالصيغ الانتخابية المقترحة، سائلا في الوقت نفسه لماذا لا نطبق الطائف ونعيد عدد النواب من 128 إلى 108، ولماذا لا نذهب إلى التصويت في مجلس الوزراء منعا لإضاعة الوقت، مكررا طلب ضمانات وضوابط للنسبية ومعددا بكل إيجابية الأصدقاء الذين يستعين بهم التيار في هذه المجالات بدءا من القوات اللبنانية. في أي حال، أشارت مصادر مطلعة إلى أن حركة الاتصالات بشأن قانون الانتخابات مستمرة، وأن عجلة المشاورات تمضي في شكل متقدم لتذليل العقبات على مسار البحث عن صيغة انتخابية، خصوصا بعد اللقاءات التي عقدت الاثنين قبل وبعد إفطار السرايا مع معظم الفرقاء السياسيين. في شأن آخر، برز الحديث عن زيارة ناجحة لوفد جمعية المصارف وللوفد النيابي لواشنطن بعدما تمكن من إقناع الأمريكيين بخطورة أي عقوبات جديدة على لبنان تضاف إلى الضغوط التي يتعرض لها نتيجة مكافحته الإرهاب. وفي حديث لتلفزيون لبنان، أكد النائب محمد قباني أن ما تم تسريبه مسودة فقط ولن تقر أبداً. إقليمياً دولياً، برزت في الساعات الماضية زيارة ولي العهد السعودي موسكو، وقد استهلها بلقائه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أن يجتمع مع عدد من المسؤولين الروس من أجل توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين السعودية وروسيا وحل الأزمة السورية في صلب المحادثات. قبل الدخول في تفاصيل النشرة، لا بد من أن نشير إلى ما نشرته وكالة المركزية للأنباء أن قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف أصدر قراراً أنهى بموجبه الحراسة القضائية لمؤسسة تلفزيون لبنان، ولم يعد للقضاء أي دور في ملف التلفزيون الذي أصبح في عهدة القضاء اليوم، بل في عهدة الحكومة والدولة اللبنانية. المركزية أضافت في سياق خبرها الآتي: لقد ادعى طلال المقدسي على كل من صائب دياب مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان، وندى صليبة شويري نائبة مدير الأخبار، والإعلامية غادة غانم العريضي في جرم القدح والذم والتشهير، إضافة إلى كل من يظهره التحقيق محرضا أو مشجعا أو متعاونا في كل ما شهده تلفزيون لبنان من تطورات في الآونة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن المقدسي ممتنع حتى الآن عن 3 قرارات: تسليم مفاتيح مكتبه، الحرتقة من بعيد عبر الشائعات، التواري من أجل أن يقنع نفسه بعدم تبلغه القرار القضائي بعزله. ويشار إلى أن المدير المؤقت الحالي جوزيف سماحة عقد اجتماعا للمديرين في تلفزيون لبنان وأعلن أنه سيدقق في ملفات المقدسي المالية. عودة إلى اجتماع التكتل في الرابي، الوزير باسيل يؤكد عدم طرح نقل مقاعد نيابية فيما هو مقترح حتى الآن حتى اليوم، سائلا لماذا لا نطبق الطائف ونعيد عدد النواب إلى 108، ومكررا طلب ضوابط للنسبية الانتخابية. 3 أصدقاء أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أنه تمت الاستعانة بهم. الأول تيار المستقبل الذي كشف التمديد وأسقطه معنا، والثاني حزب القوات اللبنانية الذي كشف الألغام، والثالث هو الصادق الذي يكشف الكذب.
باسيل أكد أننا لم نتحدث مع أحد بمسألة نقل النواب، بل طالبنا بالعودة إلى الطائف الذي ينص على 108 نواب وليس 128 نائبا. احنا لحد اليوم ما فتحنا حديث نحن مع حدا ولا طالبنا حدا بنقل مقاعد. نحن قلنا هون مرة واثنين وهلأ مرة ثالثة بنرجع بنقول نحن عم نطالب بتطبيق الطائف، بالعودة إلى الأصل، إلى 108 نواب مش 128 نائب. في تلاعب صار بعدد النواب، صار في تركيب مقاعد للوصاية للولاية من غير محلة مركبة تركيب بشكل إنها تؤدي غايات سياسية تلاعب بإرادة الناس. احنا عم نقول رجعوا للأصل، بتكون الطائف تحترموا الطائف، الطائف بيقول 108 ما بيقول 128. لا خلاف حول الدورة الاستثنائية، ولكن نرفض المس بصلاحيات رئيس الجمهورية التي نعمل لتعزيزها. موضوع الدورة الاستثنائية كنا بنعمل عليها جدل لو كانت في خلاف عليها إذا بتنفتح أو لا، بس هو ما في خلاف سياسي لأنه رئيس جمهورية أعلن عن رغبته ونيته، ورئيس الحكومة كمان، لأنه هن يعني بحكم الدستور هن يلي عندهم هالصلاحية الدستورية. بس نحن ما فينا أبدا تحت أي ظرف تحت أي طائل، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا، نقدر نسكت عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن نحن مش مخبيين أنه نسعى لتعزيز صلاحيات الرئيس الجمهورية مش للانتقاص منها والمس فيها. المادة 32 بتحدد بالأيام مش بالمدد، بالأيام من أمتى لأمتى العقدين العاديين، والمادة 33 بتقول أنه صلاحية رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بفتح الدورة الاستثنائية ببدايتها بنهايتها وببرنامجها. باسيل أكد أننا اليوم أمام فرصة حقيقية جديدة، ومسألة التصويت في مجلس الوزراء تبقى واردة منعا لإضاعة الوقت. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أشار إلى استمرارية الأجواء التفاؤلية بشأن قانون الانتخاب الجديد، وطلع من طرباي على نتائج جولة وفد جمعية المصارف في واشنطن. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد في خلال لقاءاته أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان، مجددا تفاؤله بإمكان الوصول إلى تفاهم حيال هذه المسألة قريبا. رئيس الجمهورية التقى رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طرباي، الذي أطلع الرئيس عون على نتائج محادثات وفد جمعية المصارف اللبنانية في الولايات المتحدة في جولة كان الوفد قد استبق فيها احتمالات صدور أي قانون أمريكي جديد يتعلق بفرض عقوبات، خصوصا أن ما أشيع بالنسبة إلى مواد واردة في مشروع القانون الأمريكي إذا اعتمدت فيه العقوبات الجديدة فستعرقل بالفعل القطاع المصرفي وتؤثر سلبا في الوضع أكان بالنسبة إلى المصارف أو إلى العمل السياسي. لكن الدكتور طرباي لفت إلى نتائج مرضية وإيجابية جدا. لقينا تجاوب جيد جدا. نحن قلنا لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان لا سمح الله، ونقول بالوقت ذاته نحن عم نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني أو مع القطاع المصرفي. إذن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني والقائمة على دعم الجيش وتأمين التسلح له وأيضا دعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه لا تستقيم بحال فرض شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية بلبنان، سواء كان ذلك يتعلق بالمصارف أو بالأمن. هل المسألة سيف مسلط، وهل هناك فصل في فرض عقوبات أمريكية بين المصارف وأسماء أشخاص؟ لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه، وكان سؤالنا أنه لماذا قانون جديد إذا كان في رضا عن ما قام به لبنان من تطبيق لقواعد الامتثال الدولية والقوانين مرعية الإجراء، أنه في سبب جديد بيتعلق بإداء لبنان أو القطاع المصرفي حتى يصعد الأمر بقانون جديد. هي بالطبع هذه من ضمن الصراع القائم بين حزب الله والحكومة الأمريكية، ونحن قلنا نيران صديقة تطلق على القطاع المصرفي ما بيمشي الحال، بالتالي يجب المحافظة على هذا القطاع حتى يستطيع أن يختم المجتمع تبعه يلي هو لبنان في ثقل عليه طويل عريض نتيجة النزوح السوري
ونتيجة الدين العام ونتيجة الوضع الاقتصادي السائد بالمنطقة. يعني ما سمعناه هناك أنه في تأييد مطلق للجيش اللبناني بنجاحاته، وفي كمان تأييد مطلق للقطاع المصرفي اللي بعده عم بيقدر يستجلب الودائع والسيولة ويقدر يخدم لبنان. رئيس الجمهورية تناول الأوضاع مع النائب السابق الدكتور محمود عواد، وتناول الرئيس عون التطورات مع النائب اللواء إدجار معلوف. رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين زار رئيس الجمهورية على رأس وفد، وكان عرض لحاجاته منطقة عكار، وقد أكد الرئيس عون على تعزيز الإنماء المتوازن والاهتمام بالمناطق الحدودية. وفي قصر بعبدة وزير السياحة أواديس كيدانيان وملكة جمال لبنان سندي تابت التي أطلعت الرئيس عون على نشاطاتها الاجتماعية منذ فوزها باللقب، الوزير كيدانيان عرض خطة وزارة السياحة مع بداية موسم الصيف. وفد كبير من جامعة آل خوري في لبنان والعالم حمل تأييد أبناء جامعة آل خوري لتوجهات الرئيس عون ومواقفه. وفد اتحاد بلديات المتن برئاسة السيدة ميرنا المر عرض لمشاريع وحاجات تخص المتن. الرئيس عون أكد الاهتمام وأشار إلى خطة متكاملة للطرق والأوتوسترادات والخدمات في إطار الاهتمام بالمتن وسواه من المناطق. الرئيس بري عرض موضوع قانون الانتخاب مع الوزير علي قانصو المتفائل بقرب الوصول إلى قانون، واطلع من طرباي على زيارة الوفد المصرفي للولايات المتحدة. قانون الانتخاب حضر في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، الذي اطلع من رئيس المجلس على الجهود المبذولة لإنتاج تفاهم حول قانون الانتخابات، محذرا من مغبة السير بخيارات أخرى، خصوصا السير بخيار قانون الستين لأن اعتماده هو تعبير عن التمديد للمجلس النيابي، كما حذر من الذهاب باتجاه الفراغ. نجدد دعوتنا إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى دولة رئيس الحكومة لإصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ليكون لدينا متسع من الوقت لتدليل ما تبقى من عقبات أمام التفاهم على القانون الانتخابي العتيد، وإننا متفائلون بأن هذا المرسوم سيصدر وبأننا سنشهد قانونا قبل 19 من حزيران. وكان الرئيس بري قد التقى وفدا من جمعية المصارف برئاسة رئيسها جوزيف طرباي، الذي وضع الرئيس بري في أجواء زيارة الوفد المصرفي إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع زيارة الوفد النيابي الذي كلفه الرئيس بري. استطيع أن أؤكد أن نتيجة الزيارة، وبالطبع ليست هي نهائية، إنما أخذنا الانطباع بأن الرموز الدولة لا يمكن أن تتناولها عقوبات لأنها بالفعل تتناول الوطن. وعلى هذا الصعيد سيتابع المجلس النيابي بوفود زياراته إلى الولايات المتحدة، ونحن كذلك أيضا. الرئيس بري التقى المدير العام لدار الأيتام الإسلامية الوزير السابق خالد قباني، وتم عرض الأوضاع العامة والشؤون المتعلقة بدار الأيتام. كتلة المستقبل النيابية تناولت في اجتماعها الأسبوعي مجمل التطورات والمواقف، خصوصا المتعلقة بالدستور وبقانون الانتخابات النيابية، فحضت الجميع على العمل وتسهيل الوصول إلى قانون جديد على أساس احترام الدستور والعيش المشترك. في إنجاز قانون الانتخاب تكرر الكتلة رفضها بشدة للفراغ في المؤسسات الدستورية، لأنه في حال حصوله سيحدث اختلالاً خطيراً في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة لا أحد يمكن أن يعرف ماذا تنتج وإلى أين يمكن أن تؤدي، ومما يزيد الأمور حراجة وتعقيداً كونها تحدث في ظل الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية السائدة، وكذلك في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة والمحتقنة. لذلك فإن الكتلة تأمل وتحض على بذل كل جهد ممكن من أجل أن يتم إنجاز قانون انتخاب جديد يحترم العيش المشترك ويعزز فكرة المواطنة ويكون منسجماً مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف،
بما يجعل من الممكن الانطلاق نحو الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية القادمة التي وعند إنجازها سوف تسمح بتجديد الحياة السياسية في البلاد. الرئيس الحريري في إفطار السراي السنوي مساء أمس شدد على وجوب الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، ورأى الحريري أنه بعد منتصف ليلة 19 حزيران لن يكون كما قبله، مشيرا إلى أن الحل الوحيد المتاح أمامنا هو الاتفاق على قانون، لأن العودة إلى 60 أو التمديد هزيمة كبيرة لنا. أقول لكم إنني على يقين تام بأن العودة إلى قانون 60 أو التمديد سيشكل هزيمة لنا جميعا أمام قواعدنا الشعبية، ويعبر عن اهتراء سياسي لا يصب في مصلحتنا ومصلحة البلد. وهون بدي أوجه تحية لدولة الرئيس الصديق نبيه بري. يلي هو شاهد على يلي عم بقوله، هو أكثر واحد مثلنا عم يسعى دائما لقانون جديد وعصري للانتخابات. إن شباب وشابات لبنان يريدون قانونا جديدا للانتخابات، وينادون بوجوب تداول السلطة وتجديد خلايا الحياة السياسية، فلا يجوز أن نماطل أو نتغافل عن حقوقهم ومطالبهم. وإنني في هذا المجال أراهن على مشاركة الشباب والشابات عبر الكوتا في إدارة الشأن العام، وأراهن على فتح أبواب الداخل وغلق أبواب الهجرة التي تستنزف ثروتنا البشرية. وهون يعني حتى نكون واضحين، حنوصل لقانون انتخابات، يعني حنوصل لقانون انتخابات، لأنه مش مسموح الفشل. نحن صرنا على قاب قوسين أنه نوصل. يمكن أنا حكيتها عدة مرات، والرئيس فخامة الرئيس حكيها، والرئيس بري كمان عم يحكيها، يجب علينا أنه نوصل، وحنوصل لهذا القانون الانتخابات، وساعتها حتشوفوا أنه البلد كيف بده يقلع، لأنه هيدا الموضوع الوحيد اللي بعده فاصلنا عن الاستقرار اللي لازم نحن نعيشه كل يوم بهذا البلد. وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد زار الرئيس سليم الحص، حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية. النائب رعد وبعد اللقاء قال: نقلنا تفاؤلنا الذي لا يزال قائما حول نقاش قانون الانتخاب، والذي سيتأكد بعد إفطار بعبدة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الخميس المقبل، متحدثا عن تحقيق تقارب في نقاط أساسية حول قانون الانتخاب. مقدمات للتفاؤل، منها أن أصل النقاش الذي يدور الآن في كل الصياغ إنما يعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. في الصياغ المطروحة راهنا للنقاش هناك نقاط تقارب أساسية حصلت، بقي ثمة نقاط بتقديرنا أنه يمكن تجاوزها. نتمنى للبنان أن يجتاز هذه المرحلة بأقل الخسائر، وأن يستقر سياسيا ليتحرك اقتصاده. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد في حديث صحفي أن لا عودة أبدا إلى قانون 60، وأن هناك اتفاقا على 95% من النقاط المتعلقة بقانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية، مشيرا إلى الدوائر 15. النائب محمد قباني أوضح أن لزميل نوال الأشقر أن الوفد النيابي شرح للأمريكيين في واشنطن تداعيات أي عقوبات أخرى على لبنان، وقد نجح في مهمته. الخلاصة أن المسودة التي سربت إلى لبنان غير دقيقة وأثارت ذعرا غير مبررا، وبالتالي سافرنا إلى واشنطن ونحن متشائمين، ولكن رجعنا مرتاحين. والسبب في ذلك أننا أوضحنا للمسؤولين الأمريكيين
أن لبنان يعتمد في استقراره النقدي والاقتصادي على قطاع المصارف، وبالتالي أملنا أن لا تتخذ أي تشريعات تؤذي قطاع المصارف، وأن القطاع الآخر الناجح هو الجيش الذي يجب دعمه لحماية الاستقرار الأمني وقوى الأمن الداخلي أيضا. وعندما عدنا يعني تفاؤل أكثر مما ذهبنا، لأننا استطعنا أن نحدث تغييرا لدى يعني الأمريكيين، سواء كان ذلك في الكونغرس حيث اجتمعنا مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس، أو في السنة مجلس الشيوخ، أو في المجلس الأمن القومي NSC، أو في مختلف وزارة الخزانة State Department الخارجية، كل هذه الأماكن. نعم، يعني هذه المسودة هل هناك بعد احتمال أن تتحول إلى قانون؟ ليس هذه المسودة، هناك بحث يجري، لكن لن تكون هذه المسودة، سيكون موضوع العنوان ذاته، لكن المضمون سيكون يعني مدروس بشكل جيد. لن تطال أشخاص يعني كما قيل أسماء مسؤولين كبار بالدولة اللبنانية؟ لا، ستطال فقط من يعني يعتقد الأمريكيون وعندهم نوع من الإثباتات أنهم يدعمون يعني أحزاب تصنفها واشنطن بأنها إرهابية. كيف تحول خط التماس الأعنف في طرابلس إلى مطارح للقاء والجمع؟ بيير البيع. يواصل المجتمع المدني عمله في طرابلس، وفي هذا الإطار انطلقت ورشة في شارع المهاجرين، وتحديدا في سوق باب الذهب الذي كان خط التماس الأقوى والأعنف خلال المواجهات بين منطقة جبل محسن والتباني. جمعية مارتش قررت دفع المتقاتلين إلى إعادة إعمار ما هدموه، فكيف انطلق العمل وكيف أصبحت صورة الشارع اليوم؟ البارت 1 اوريدي خلص. اللي عملناه انه اللي كانوا قبل المحارب مقاتلين سابقا حطيناهم على الارض لحتى هن يرجعوا يرمموا in a positive way السوق. وانا كنت عم بعطي كورات جرافيك ديزاين ل 15 بنت لحتى يتعلموا كيف يعملوا لوجو ويسوقوا المحلات، عملنا لهم ساينجز وفلايرز وبزنس كاردز للمحلات. سو هي كانت اول بارت. وهلا عم نرجع يعني الشقفه من الجبل، كنا لانه هن الشارعين اللي كانوا خطوط التماس. سو الشارعين قسم منهم ترمم، وهلا عم نرجع ندفش بارت 2 لحتى نرجع نرمم بعد اكثر. سوق باب الذهب في طرابلس عادت اليه الحياه بعدما كان مركزا للقتال والتقاتل بين التباني وجبل محسن. من شارع المهاجرين في جبل محسن، روجيه حنا، بيير البيع، تلفزيون لبنان. الرئيس الحريري شارك في اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الهدف من اجتماع اللجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات هو لمعالجة كل المشاكل التي تعاني منها البلديات والمناطق، لافتا إلى أن القضايا التي تحتاج إلى استثمار طويل الأجل أو قصير الأمد يمكن البدء بها منذ اليوم من خلال تحديد حاجات كل المناطق ووضع الخطط اللازمة لها وجدولة كل المشاريع والعمل على تنفيذها. كلام الرئيس الحريري جاء أثناء ترأسه جانبا من الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي وخصص لمحافظة الجنوب. الرئيس الحريري التقى النائب نديم الجميل مع وفد من جمعية الأشرفية 2020، وبعد اللقاء قال الجميل إن الوفد وضع رئيس الحكومة في أجواء مشروع الجمعية. العلاقات الثنائية بحثها الرئيس الحريري مع سفير الصين في لبنان بحضور وزير الثقافة غطاس خوري، وأكد السفير الصيني في لبنان أن بلاده ستعمل مع الجانب اللبناني لتنفيذ ما اتفق عليه في قمة حزام وطريق من مشاريع ذات منفعة مشتركة بين لبنان والصين.
ضمن برنامج محاكاة مجلس الوزراء التقى الرئيس الحريري مجموعتين من الشباب والشابات كلا على حدة، الأولى من محافظة الجنوب والثانية من مدينة صيدا، وتحدث إليهما عن برنامج المحاكاة ومضمونه وأهدافه والمواضيع والمشاريع التي عمل عليها الشباب ضمن البرنامج. ومن زوار السراي السيد فؤاد مقصود الذي أطلعه على اختراعه في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وعصرا التقى الرئيس الحريري وفدا من النادي الرياضي وأبطال النادي للرجال الذين فازوا ببطولة لبنان على فريق الهومنتمن، وأبطال النادي للسيدات اللواتي ربحن بطولة غرب أسيا للسيدات. وقد هنأ رئيس الحكومة النادي بالفوز متمنيا له الاستمرار في تألقه وتحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة. من جهة ثانية وجه الرئيس الحريري برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني لمناسبة إعادة انتخابه. نشاط اللجان النيابية مع نوال الأشقر. لجنة المالية والموازنة استكملت درس بنود الموازنة، ورئيسها النائب إبراهيم كنعان أكد ألا تعثر في المشروع، وأضاف ذاهبون إلى إقرار الموازنة، والمطلوب من الحكومة أن تقوم بعمل جدي للانتهاء من قطع الحساب. وأوضح كنعان أن المواد التي درست في هذه الجلسة تتعلق بمعظمها بإيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقسيط الديون وبراءة الذمة، والتزمت إدارة الضمان بتعديل النظام الداخلي لجهة الأخذ بالمهل المفتردة لإعطاء براءة الذمة على ألا تتعدى الستة أشهر. النائب روبير غانم قدم اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم الأحزاب السياسية في لبنان لتكون أكثر ديمقراطية، بما يلزمها بتقديم مستندات إلى وزارة الداخلية، وبالتالي لن تكون بحاجة إلى ترخيص في حال استوفت الشروط وتقيدت بأحكام القانون الذي يفرض عملية انتخابات في نظامها الداخلي. لجنة الأشغال العامة أقرت اقتراح سماح للأوتوبيسات الكبيرة بتعديل لوحاتها إلى أوتوبيسات صغيرة لفترة محدودة بهدف السماح لها بالعمل داخل الأراضي اللبنانية بعدما تعطل عملها في البر نتيجة الأوضاع الأمنية. وفي المجلس النيابي نظمت لجنة حقوق الإنسان ورشة عمل حول وجوب تعديل قانون المخدرات، وناقش المجتمعون اقتراح تعديل القانون والأسباب الموجبة. الوزير أيمن شقير وبعد فشل القضاء على زراعة المخدرات اقترح أن نعود إلى فكرة الرئيس فؤاد شهاب عبر تنظيم هذه الزراعة وتشريعها، بحيث تصبح الدولة المشتري الوحيد لهذه النبتة تبيعها إلى كافة الدول من أجل صناعة الأدوية. النائب ميشيل موسى شدد على وجوب التوعية في هذا الموضوع ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة. العريضي أكد بعد لقائه البطريرك الراعي أنه لابد من الوصول إلى قانون للانتخابات في الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي التقى النائبين غازي العريضي وآري الحلو مفادين من قبل النائب وليد جنبلاط. العريضي أكد أنه لابد من الوصول إلى قانون جديد للانتخاب. حصل اتفاق بين مكونات أساسية أن يقوم النائب عدوان بدور، النائب عدوان أو غير النائب عدوان، أي شخص يقوم بدور يهدف إلى لم شمل، إلى لم لم يتوضع، إلى وصول إلى تفاهم بين اللبنانيين، هو دور مبارك وهي خطوة مبارك. لابد من الوصول إلى اتفاق، لابد من الوصول إلى اتفاق. الراعي عرض الأوضاع الأمنية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كما التقى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ الذي أكد أن المطلوب الإسراع بإقرار السلسلة في أقرب وقت. ب 29 الشهر كان في جلسة على جدول عملنا نقطتين، إنه الانتخابات وسلسلة الرتب الرواتب. طيب ما اتفقوا على إنه انتخابات؟ ليش ما استمرت الجلسة وأقروا سلسلة للناس؟ ما فيكن تعملوا قانون انتخابات الكن 9 سنين ياخدين البلد على الهوية، ما فيكن تحلوا مشكلة السلسلة الرتب الرواتب؟ بحسب بيان الجيش مديرية التوجيه وبناء على اعترافات عدد من الموقوفين أحد الموقوفين الداعشيين لدى مديرية المخابرات في الجيش لعلاقته بالتفجير الذي حصل في فندق ديروي في الروشة عام 2014، تمكنت قوة من المخابرات من العثور على حزامين ناسفين في جرود بلدة فنيدق، حيث كان الموقوف قد خبأهما سابقا. أهالي فنيدق أكدوا وقوفهم وتضامنهم مع الجيش اللبناني وإلى جانب الجيش في أي مكان وزمان. في مجال آخر، هبة فرنسية للجيش من آليات وصواريخ مضادة للدروع وذخائر، إضافة إلى عدد من الكلاب المدبرة مدربة على التعامل مع المتفجرات، ولقاءات العماد قائد الجيش في التقرير الآتي.
التقى قائد الجيش عماد جوزيف عون النائب سيمون أبي رميا، كما بحث مع مدير التسلح في هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية العميد بيتران بويار موضوع الهبة التي تسلمها الجيش اللبناني من السلطات الفرنسية. كذلك استقبل العماد عون وفدا من مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ حمزة كوكاش. في سياق متصل أقيم في قيادة اللواء اللوجستيك فرشيمة حفل تسلم الجيش من السلطات الفرنسية عدد من الآليات نوع VAB وكميات من الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتوسطة والخفيفة وقطع البدل، بالإضافة إلى عدد من الكلاب المدربة على التعامل مع المتفجرات. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن كلود الحايك ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان ومدير التسلح في هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية العميد بويار. العميد الركن الحايك تلا كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش إلى السلطات الفرنسية وثمن الدور الطالعي لدولة فرنسا في الوقوف إلى جانب لبنان خلال الأزمات ومساندة الجيش اللبناني بالعديد من المبادرات العسكرية القيمة. أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة في عكار. في شهر رمضان المبارك تستيقظ الروحانيات ليكون هذا الشهر الفضيل مناسبة للتلاقي الإنساني، فتزداد المحبة والمودة والوئام بين الأهالي في القرى والبلدات. وما بعد الإفطار للقاءات أشكال وألوان، حيث تحتشد المقاهي والمطاعم بالساهرين والساهرات، وتتنوع البرامج الرمضانية من فقرات فنية وتراثية مليئة بالعادات والتقاليد. هيدي أجواء عكار، هيدا رمضان إن شاء الله ينعاد عليكم بألف صحة وعافية. وهيدا عكار نحن بننطر كل سنة رمضان لحتى نحطها على الأجواء الحلوة. أنا جيت اليوم على عكار لأنه بعتبرها هي جزء، طبعاً هي جزء كبير من منطقة الشمال، وهي من المنطقة اللي بعدها بتحافظ هيك على الجو الرمضاني بعاداته الاجتماعية اللي بتتألف من الألفة بين العيلة بين الناس، حتى بعدها محافظة على التقاليد الدينية. نحن زملاء من الشغل ورفقة برات الشغل كمان، ومبسوطة أنه هني عم بيعرفوني مثل ما أنا عرفتهم مسبقاً كمان على دينتنا، وهذا الشيء الحلو يعني والاختلاط كتير حلو، شيء أول مرة بشوفه. رمضان له كتير خصوصية، ومثل ما أنك شايف كل الناس بتسهر برمضان وبصير في إفطارات دائمة برمضان. جو رمضان كتير حلو، رمضان عنده خصوصية غير كل السنة، غير كل الأشهر بالسنة. شهر مبارك إن شاء الله خير وبركة على لبنان وعلى العالم وعلى عكار بالأخص، اللي هي مثال للعيش المشترك. ونحن كل عمرنا بعكار منصوم سوا ومنفطر سوا ومنعيد سوا، ومندعي كل العالم تجي تشوف عكار وأجواء عكار. على أمل أن يبقى هذا الشهر المبارك مناسبة لتجديد المحبة والتفاعل الوطني والروحي بين مختلف العائلات. منذ المرعى بعكار، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. ولي العهد السعودي في موسكو أريش خطار. في زيارة رسمية موصوفة بالمهمة، شرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمحادثاته في موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن أن روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل إلى حل للأزمة السورية. وصرح: نجري اتصالات على المستوى السياسي وبين العسكريين ونتعاون في مسألة تسوية الأزمات بما في ذلك في سوريا. وأكد بوتين أن علاقات موسكو مع الرياض تتطور بنجاح كبير، وأشار إلى أن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة، لافتا إلى أن الفريقين طورا العلاقات ما بينهما بنجاح من أجل تحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط. الأمير محمد بن سلمان أبلغ بوتين بأن لا تعارض بين بلديهما في شأن سوق النفط، لافتا إلى أن السعودية وروسيا حققتا معا الكثير ولا يزال أمامهما مزيد من الأمور لإنجازها، مؤكدا عدم وجود أي تناقض بين الرياض وموسكو في سوق النفط، ومشيرا إلى آلية واضحة لتجاوز كل ما يمكن تسميته خلافات. ومن المفترض أن تشهد زيارة بن سلمان لموسكو توقيع 4 بروتوكولات تعاون في المجالات الاقتصادية. ختام هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.